قال الشيخ سلطان بن سحيم الثاني امام عشرات الالاف من الذين توافدوا على اجتماع قبائل قحطان على الحدود السعوديه القطريه انه يجب تطهير الدوحه من رجسها وانقاذها قبل ان تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون. واكد بن سحيم المسؤوليه امام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على ان لا تكون قطر حضن ارهاب وماوى فساد. واضاف ان التزامه الصمت خلال الفتره الماضيه ليس عن ضعف او قله حيله بل املا في ان يستعيد اخواننا وعيهم ويتركوا غيهم وبغيهم مؤكدا ان للحلم مساحه وللصبر نهايه